السلام عليكم، معكم الأستاذ شادي من معهد برادفورد. راح أتحدث عن دورة إدارة المشتريات والمستودعات. راح نتناول فيها عدة مواضيع، أهمها سلسلة التوريد والشراء، بالإضافة إلى واجبات العاملين في قسم المشتريات والمستودعات، وكيفية التخطيط لأعمال المشتريات والمستودعات. وراح نستعرض موضوع طرق قياس وتقييم إدارة المشتريات والمستودعات، بالإضافة إلى كيفية تحديد الطلب وعمل قوائم للمشتريات وعلاقة إدارة المشتريات والمستودعات بباقي دوائر الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.